السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الرحيم، عضو المجتمع المدني. بطبيعة الحال كنتواجدوا اليوم هنا في هذه الحملة اللي حاضرة على السلطات المحلية على رأسهم السيد باشا الدائرة 13، اللي صراحة كنا ليه الشكر والتقدير على التجاوب ديالو معنا، يعني خلال المراسلة اللي قمنا بها على أساس أن هذا الشيء اللي كنشوفوا على الأزبال وكذلك هذه الأرض المهملة اللي هي ولات بؤرة ديال المتشردين وديال كذلك المجرمين. بطبيعة الحال اليوم كانت حملة، الحمد لله اللي حملة تكلم النتائج ديالها بعد ما كانت تم التواصل ديالو مع أصحاب هذه البقعة هذه لإزالة ديال الأزبال وكذلك بناء السور أو لا إزالة السور باش يديروا لها واحد الزفت تكون يعني باركينغ أحسن ما أنها تكون بؤرة عامرة بالأزبال. كذلك كاين عندنا واحد جوج ديال العمارات اللي هما تم يعني الإفراغ ديالهم نظرا لآلية السقوط، ولاو حتى هما بؤرة ديال المجرمين وبؤرة كذلك ديال المتشردين، وخدم يعني صراحة دار واحد الدور كبير لإزالة هاد الأزبال وكذلك تنظيف هاد البقعة هادي. والحمد لله كاينة مواكبات منذ أسبوع، المواكبة مستمرة على أساس هاد الحملات التمشيطية اللي كنشوفوها بأن السلطات المحلية وكذلك أعوان السلطة وكذلك القوات المساعدة الكل حاضر هنايا بكثافة على أساس باش يحاربوا هاد الظواهر اللي كتشوف منطقه راقيه بشكل يعني في هاد الشكل ديال بورغون جعفر بن عطيه مع شارع بورغون كنشوفوا بحال بعض الامور هذه حنا كنستنكروها. والسلطه بدورها السكن وكيبقى دور ماشي على دور ديال السلطات، دور ديال المجتمع المدني، دور ديال المواطنين، دور ديال كل اللي عنده غير على البلاد. وحنا كنشوفوا الحمد لله الضابطه كتنمى بواحد الشكل كبير، وكنشكر السيد ولي جهه الضابطه 16 اللي بدوره تا هو يعني كتشتغل ليل ونهار، يعني كنشكرهم بهذا المنبر هذا. والسيد الباشا حاضر شخصيا يعني في المكان يعني في الموقع انه يشرف على هذه العمليات.